جمهورك أغلى لاعب في ورك لو في مكانك تسهر مندوب شنون. مبروك مبروك لكل الأهلوية، إنجاز جديد، إنجاز عظيم، بطولة كبيرة يحققها النادي الأهلي، أكتر بكتير من مجرد كأس أفريقيا وأكتر بكتير من مجرد بطولة في كرة القدم. الإحساس، الشعور اللي ما حسوش وما بيحسوش ومش هيحسه غير الأهلوية، اللحظة اللي بتوصل فيها للمرحلة النهائية، للحظة الأخيرة، جسمك بيقشعر وانت حاسس بالفرحة بتقرب، وده كان إحساسنا امبارح في مباراة الوداد. من قبل المباراة ما تبدأ وأنا كنت مع حضراتكم في حلقة امبارح في السادسة، الثقة كانت كبيرة جدا، والحمد لله رجالتنا كانوا قد التحدي وكانوا قد الثقة اللي كانت عند ملايين من جماهير النادي الأهلي واللي استحقوا عن طريقها التتويج باللقب الغالي، اللقب رقم 11 في تاريخ النادي الأهلي. أكبر بكتير من مجرد إنجاز وأكبر بكتير من مجرد بطولة، لأنها مش قصة بطولة في كرة القدم لكن قصة شخصية وعقلية. الأفضلية والجدارة دايما كانت موجودة ودايما كانت حاضرة في كل المناسبات اللي توج فيها النادي الأهلي بلقب جديد أو بكاس وبطولة جديدة، لكن الكلام عن الشخصية، الكلام عن العقلية حاضر في النسخة دي على وجه التحديد بشكل واضح. ولو اجتمع كل كتاب الدراما وكل كتاب الخيال العلمي وكل كتاب الرومانسية إن هم يكتبوا سيناريو لبطولة، مش هيكتبوا سيناريو أفضل من اللي كتبه النادي الأهلي. القدرة والحقيقه يمكن اللي اثبتها لعيبه النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي على تخطي كل الصعاب، على انك انت تمشي في ظروف اكتر من صعبه، على ان انت تكسر كل التوقعات اللي بتقول ان فرصك في البطوله تكاد تكون معدومه وانه الاكيد انك هتخرج منها قريب. القدره على انك انت تمشي عكس التيار في ظروف صعبه مريت بيها مع فرق من كبار فرق افريقيا وتوصل في النهايه للحظه السعيده اللي انت اتعودت وعودت جماهيرك عليها، هو ده باختصار الأهلي. الأهلي اللي بيدي درس كبير جدا لأي حد عايز يكون ناجح. والقصة مش قصة ملعب، القصة مش قصة أسماء، القصة قصة إدارة، قصة رؤية، قصة إخلاص لاسم النادي الأهلي، وده بان في لقطات كتيرة جدا. إخلاص بين اللعيبة وبين بعضها، إخلاص الجهاز الفني، إخلاص الإدارة، تضحيات بإنجازات كبيرة جدا من الممكن إنها تنسب لأسماء ولا أشخاص، بتنسب لاسم النادي الأهلي. مبروك للأهلوية المشهد الرائع اللي شفناه امبارح فين؟ في مركب محمد الخامس اللي وشه، طبعا دي لقطات من فرحة الأهلي وجماهيره امبارح. الحقيقة التتويج الثاني للأهلي في مركب محمد الخامس يقول لك أو يخليك تقول إنه الملعب ده وشه حلو علينا، إنك تتوج في كازابلانكا في عقر دار الوداد، والوداد فريق كبير ومحترم ويمكن يكون المنافس الأول للأهلي إفريقيا، فإنه التتويج يحصل في المغرب، يحصل في الدار البيضاء، يحصل أمام الوداد. الوداد كبير المغرب وواحد من كبار القارة الأفريقية أعتقد ده. طبعا دي لقطات من الطيارة امبارح، كان حفلات في كل مكان، في أوضة اللبس وفي الطيارة وفي مقر الإقامة، زي ما انتم شايفين طبعا قفشة. اللي بيتهيأ لي امبارح الناس دايما كانت بتتكلم على تغييرات كولر، اعتقد ان تغييرات كولر امبارح سواء من حيث الاختيار او سواء من حيث التوقيت كانت في غايه الاهميه وقلبت سيناريو المباراه لصالحنا بشكل كبير. منعم الداهيه، منعم الحقيقه الراس الذهبيه، منعم ما يستحقش يكون مدافع، منعم يستحق انه يكون واحد من مهاجمي النادي الاهلي. خلي بالك انه هدف منعم امبارح او دويتو منعم ومعلول تريد مارك، ماركه مسجله، ومنعم هو اللي سجل أول أهداف البطولة وهو اللي ختم البطولة بالهدف الغالي، سواء هدفه في الاتحاد المنستيري أو هدفه في الوداد امبارح، وما بينهما بقى ما بهدف في سان داونز وهدف في الرجاء، ومن قبلها طبعا في السنة اللي فاتت طبعا طبعا بيرسي تاو جنوب أفريقيا. النهاردة قامت ما قعدتش بيرسي تاو طبعا بتتويجه ومشاركته مع الأهلي في البطولة بأرقامه اللي تستحق الحقيقة إن احنا نقف عندها إجلالا واحتراما لواحد من الصفقات اللي اثبتت اهميتها وجودها في المسابقه القاريه. هنتكلم على اكثر اللاعبين فاعليه في البطوله الافريقيه السنه دي. بيرسي تاو في الصداره 10 اهداف، 5 صناعه و5 تسجيل، بالتاكيد كان واحد من اهم نجوم الاهلي في نسخه ال11، نسخه لن تنسى.
يمكن ما تكونش الأغلى، نختلف ونتفق مع بعض كجمهور إنها مش أغلى الألقاب، أنت حر ممكن تشوفها الأغلى، ده حقك طبعاً ما حدش يقدر يعارضك فيه، ممكن تشوف التاسعة هي الأغلى بما إنها كانت بطولة القرن، ممكن تشوف نسخة الصفاقسي في تونس هي الأغلى، كل واحد وما يشتهيه، لكن في النهاية ما عنديش شك إنها واحدة من أصعب النسخ اللي حصل الأهلي على لقبها، وبالتأكيد فيها كتير من الدروس اللي بتعكس شخصية النادي الأهلي، مش شخصية لاعب، شخصية النادي، شخصية الشعار، شخصية التيشيرت، شخصية وعقلية نجوم النادي الأهلي اللي دايما عندهم إصرار وحافز كبير جدا إنه مهما كانت الظروف صعبة يقدروا يحاول إنجاز. عندنا كلام كتير قوي 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 عن الأهلي العالمي، التهاني تتوالى على النادي الأهلي من كبار وأبطال العالم، المان سيتي، بايرن ميونخ، اتحاد جدة وغيرهم 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 بيهنوا الأهلي بألقابه، الأهلي اللي يستحق إن شاء الله بإذن الله مشاركة مختلفة. وأنا بيتهيأ لي إنه مفيش قدام جمهور النادي الأهلي، الإدارة طبعاً هي صاحبة القرار وهي صاحبة الرؤية وهي صاحبة التوقيت، لكن أنا بيتهيأ لي من النهاردة مفيش عندنا إنجاز أهم ولا عين تبص على بطولة أهم من بطولة كأس العالم اللي الأهلي هيشارك فيها للمرة الرابعة على التوالي، وضمنين كمان المشاركة في الخمسة على التوالي بإذن الله، يكون فرقتنا وتكون فريقنا جاهز للبطولة اللي جاية. يوم جميل، يوم من أحلى الأيام، فما ينفعش غير إن احنا نقول إيه اليوم الحلو ده.